انا جيت من مدينه لافال باش نحضر لهذه الامسيه ديال الطرب الاندلسي وغناوه. انا كيعجبني التراث المغربي وما بقدرش نفوت هذه المناسبه باش نجي نحضر لي، واخا راه كاين مع هذا المتحور اللي كاين جديد، ولكن حنايا راه كناخذوا الاحتياطات ديالنا وداك الشيء، وكنتمنى من عند الله هذا الوباء يحيد في القريب العاجل ونرجعوا لحياتنا العاديه. اليوم جينا باش نبدلوا شويه ديال الجو من بعد واحد الفتره داز ديال الكوفيد، كنا ما تنخرجوش، وهذه الفرصه هذه جات اننا نجيو نشوفوا هذا السبيكتاكل ديال قناوه وفي الاندلسي، وصافي بليزير بدلنا شويه الجو والاجواء جميله، تلاقينا مع الجاليه والناس والاصدقاء. التجاوب مع الناس كان زوين، عجبتهم لا فيزيون ديال الموسيقى الاندلسيه مع قناوه، واليوم بيننا التراث ديال المغرب، لان الموسيقى الاندلسيه حضاره مغربيه 100%، وتا قناوي حتى هي داخله في الحضاره المغربيه. الحمد لله الناس عجبهم الحال، واخا بهاد الظروف اللي كنمروا منها، هاد الازمه ديال الكوفيد، ماشي سهله بصح باش دير ان ايفينمون ويجيوك الناس، وماشي سهله باش حنا لي ميوزيسيان نديرو ان شو بحال هكا، ولكن الحمد لله ربي وفقنا والله يرفع علينا هذا الوباء. جينا اليوم لبينا النداء ديال خونا كاظم لاخسام في هذه لا سواري وهذه الامسيه الاندلسيه والامسيه القناويه. تشرفنا كاملين، جينا كعائله كامله من المغرب، كاينين الجزائريين معنا، توانسه، يعني جينا واخا كاين هذا الحجر واخا كاين هذا الوباء، فجينا كعائله كبيره كبيره كبيره، الاجواء عائليه بجداره. نحن كجالية مغربية جينا لبينا نداء الإخوة المغاربة في هذه السهرة باش نحيو صلة الرحم مع على طريق الأمسيات المغربية رغم وجود هذا الوباء، وبطبيعة الحال غنديروا الاحترازات ديالنا ملي غندخلوا لاصال، وما كانش قدامنا شي حاجة إلا أننا نجيو باش نتذكروا الوطن ديالنا ونفرحوا مع الأصحاب ديالنا. السهرة كانت الحمد لله سهرة حماسية، كان الناس ناشطين، صافي أمبو ما تجمعناش اكوز ديال هاد الكوفيد هاد لا بانديمي، سي لا بروميير فوا اللي كنجمعوا مع الناس مورا لا بانديمي مع لي ماروكان فهاد ليفينمون فهاد لو بو تياتر، سيتي فريمون سبيسيال، سيتي فريمون فورميدابل. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.